نختتم لنا الجولة الشروقنت بهذا الخبر. وزير النرويجية تدعو لحوار جاد يضمن نجاح السلام. أكدت وزيرة النرويجية مواصلة أصدقاء السودان لدعم عملية السلام الذي سيكون له الأثر على دول الإقليم ودول الجوار، مشددة على أهمية العمل من أجل حوار جاد لضمان نجاح مفاوضات السلام المنعقدة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وطالبت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية ميريان هيغان لدى مخاطبتها مؤتمر أصدقاء السودان المنعقد بالخرطوم يوم الأربعاء بتضمين أهداف التنمية المستدامة في موازنة العام المقبل لضمان عملية النمو المستدام. ودعت السودان إلى عدم الاعتماد على الموارد الخارجية التي وصفتها بالعملية غير الدائمة، ونهدت بضرورة تطوير القطاع الخاص والعمل على ازدهار القطاع الموازي لضمان تحريك الاقتصاد. وقالت إن انعقاد المؤتمر بالخرطوم دليل على دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية بالأفعال وليس الأقوال. وأكدت تعاون الحكومة النرويجية مع السودان في برنامج جمع الموارد وإدارتها بجانب تعاونها في دعم الشراكة الاقتصادية وحشدها لتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة. أستاذ الشيخ، يعني كتب دكتور عبد الله حمدوق خلال صفحته على فيسبوك بأن السودان الآن أمام مفترق حقيقي وتحدي حقيقي، وأشار لهذا المؤتمر أصدقاء السودان والمانحين الممكن يقدموا الدعم للسودان، إذا كان مثمرا سوف يمضي الوطن إلى بر الأمان خاصة بالشراكات الدولية والمصالح يعني المشتركة. يعني لو تحدثنا عن جانب المؤتمر، وكان حديث عن 8 مليار دولار أو هو هذا العدد إذا كان صحيح، إذا صححته أنت، تتكلم عن هذا المؤتمر ويعني ما الشيء الذي يمكن أن يقدمه السودان في المراحل القادمة، خاصة أنه حينعقد في كم دولة في المستقبل القريب يعني في الشهور القادمة؟ هو مؤتمر أصدقاء السودان يعني اللي انعقد في الخرطوم وأعلن توصياته مساء أمس، أن رأسة النرويج اللي هي النرويج وهي عضوة في دول الترويكا اللي هي أمريكا وبريطانيا والنرويج، المهتمين جدا بقضية السودان منذ زمن يعني، وحتى قضية الجنوب هم الناس اللي وقفوا على مفاوضات نفاشة وغيرها. السيدة وزيرة الدولة بالخارجية اللي هي كانت رئيسة المؤتمر أشارت لأشياء كثيرة، من ضمنها أن السودان ما يركز كل جهوده على الاعتماد على الغير، على الاعتماد على الدعم الخارجي، لأنه حتى إن وجد دعم خارجي فلن يكون كافيا، وحتى إن كان كافيا فلن يكون مستمرا، إنما على استنهاض يعني همم الشعب السودان من أي الإنتاج، أيوة، استنهاض الاستثمارات الداخلية والعودة إلى قواعد تنفيذ خطط التنمية المستدامة. وحتى لو شفت التوصيات بتاعت أو البيان الختامي بتاع مؤتمر أصدقاء السودان، وصحيح المانحين حيقعدوا بعد تاني في قاعدة تاني في مؤتمر حيقام لأصدقاء السودان، حتى بعده حيكون موجود لقاء المانحين، لكن هي حديثة أقصد البيان الختامي يعني أشاد بالخطوات اللي هم يفتكروها كبيرة جدا من ناحية قانونية ومن ناحية ترتيبات ومن ناحية حقوق إنسان، الحياة اللي شهدها السودان يعني حتى الوثيقة الدستورية أشادوا بها، وتحدثوا في نهايتها أشاروا إلى 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 أمرين مهمين جدا جدا ليمشينا لقدام. النقطة الأولى السلام، توقيع اتفاق السلام وتحقيق سلام حقيقي. النقطة الثانية المؤتمر الدستوري اللي أشار له الأخ حمدوك حتى في تغريداته، المؤتمر الدستوري اللي هو بيجمع السودانيين يعني صح. الآن نحن صحيح حققنا كثير من الحاجات لكن في شد وجذب، فالسلام ثم يعقب السلام المؤتمر الدستوري وبعدها نعم الانتخابات. شكرا جميلا أستاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع شروق نت على هذه المساحة التحليلية لأهم الأخبار وقراءة لأهم الأخبار على موقع شروق نت. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم يا أخي.